ازاي الراجل ده ما فقس الطوابع المزورة من الطوابع الحقيقية؟ ارجع اقولك تاني، شغلتي يا دهب. شغلتك؟ انا عارفة انك نصاب، بس ما اعرفش ان انت مزور او رسام. انا اهم من دول كلهم، شغلتي الدقة، اني اطلع الصورة طبق الاصل زي كل الحاجات اللي عملتها قبل كده. لا، الحقيقة مش كده خالص. الحقيقة إن الموضوع ده كله اشتغالات في اشتغالات. مش كنت تقول للراجل اللي انت جايبه عشان يمثل علينا موضوع التوابع ده يمثل كويس؟ كنت جبت كومبارس من بتوع السينما بقى يا راجل يا نتن. راح تأجر له شقة يوم واحد، ليه راح يعمل ديوز؟ كنت سيبها له أسبوع على الأقل عشان تسبكوا الدور كويس. وازاي جايب واحد خايب كده؟ انا مش فاهمه. ده انت صبحي ده الواد شربين اللي انت هريه تريقه بيفهم في الشغلانه اكتر مني. كنت بعتله شربين يدربه شويه الاول، وبعدين جه عندي بقى كنت ودكتهولك وعلمتهولك كويس. ممكن افهم انت بتعمل كده ليه؟ برافو.